بداية الصراحة أنا ما خفت من الكاميرا، أنا خفت من الممثل اللي قاعدة أمثل معاه. توتر مو طبيعي. طبعا أول مشهد مثلته في حياتي كان يحتاج توتر، فقالوا لي واو حلو تمثيلك، جزاك الحمد لله. انت اوريدي كنت متوتره متوتره رعب شي قاعده ارجف والمشهد يحتاج، فكان بيرفكت، قلت الحمد لله رب العالمين. في وقته كان في وقته صدق. زين، عمل تراثي وكويتي تحديدا شلون كان يعني التفاعل مع هذا النوع من الاعمال الدراميه؟ طبعا انا ما كنت متوقع اني اكون جزء من محمد علي رود الموسم الثاني، لان انا من بداياتي كل ما احد يشوفني يقول لي وجهك مو خليجي، شعرك اشقر، بياضك اوفر بالكاميرا، حتى المخرجين يعني يقولون لي تكفى يعني سوي شيء تان، اي شيء اي شيء، البودره خلاص لان ايدي بيضة، فلما اسوي اي حركه الفرق يبين. صح. فتراثي لما دقوا علي، طبعا دق علي احمد عبد النبي الهاجري مساعد مخرج اول، قال لي اذا انت فاضيه تعالي نكلمك عن دور. كان اقول له الحين انا ادري ان محمد مسلسل محمد علي، كان اقول له اي مسلسل؟ لان انا مو متوقعه انه يقولوا لي تعالي مثلي بتراثي. صح. كان يقول لي ايش فيك محمد علي رود الموسم الثاني؟ اوكي انا جاي الحين جايتكم الحين. اكيد فرصه ما تتعوض. اكيد رحت قعدت مع المخرج اللي انا اسميه ذا ليجند جاسم المهنا. صحيح. قعد معي كلمني عن شخصيه سكينه، وايد حبيت الشخصيه بدون ما اقرا النص انا وافقت بنفس اللحظه. طبعاً. كان يقول لي بس في شرط. قلت له شنو الشرط؟ كان يقول لي تصبغين شعرك لون طبيعي بني اسود اللي هو، وانا ما اقدر اتعايش مع شكلي بشعر بني، ما ادري ليش بس انا كذي كله شقره. زين باروكه مني منك احاول معاه. شبنم لا تبين تدشين تراثي وتطلعين بصوره حلوه وبرفكت، روحي صبغي شعرك لازم تضحيه من عيوني. رحت وطبعا انت ايضا